طيب تاني كسر عندنا هو الميديال كوندايل فراكشر. في التروكليا لو انت عملت اوفر ديسكشن بوستيرور ميديال، هنقوله دلوقتي مع الميديال كوندايل ماشي، لو انت فاتح ده بوستيرور بقى خالص مش لاتر. الميديال كوندايل فراكشر هو كسر نادر بيحصل في سن اكبر شويه من اللاترال كوندايل، والميكانيزم بنفس الطريقه بوش اوف، او انت عارف طبعا على الناحيه الميديال سايد ماسك الكومون فليكسور اوريجن والميديال كولاترال ليجمنت، فدول ممكن يكسروا الميديال كوندايل. ملخ برضو او ملش اقسمهم تايب 1 وتايب 2 بس العكس من تقسيمه اللاترال كوندايل. تايب 1 بيعدي ما بين الكابيتولم والتروكليا، ما بين الكابيتولم والتروكليا، فده يبقى تايب ايه؟ 2. تايب 2 هنا بالنسبه للملخ بيعدي من الناحيه الميديال ويروح على الكابيتولم الناحيه الثانيه، يبقى تايب ايه؟ 4 او ايكوال تايب 4. بالنسبه للكسور دي اهم حاجه بالنسبه لنا اللاترال ايمينس بتاع او اللاترال كريستا اوف ذا تروكليا انتكت ولا لا، سواء كان الكسر ده بادئ ميديال او لاترال، يعني ده بادئ لاترال وده بادئ ميديال. لو الكسر ده جاي من لاترال وما عداش اللاترال كريستا دي، غير لو عدى، لو عدى اللاترال كريستا ده هيؤدي لانستابيليتي في القلب. كذلك لو من ناحيه الميديال وما عداش اللاترال كريستا يبقى ستيبل، انما لو عدى اللاترال كريستا يبقى انستيبل فراكشر ومعرض لمور ديسلوكيشن. ميديال كوندايل فراكشر جه برضو كالفويل ده قال لك نقسمهم، هل هو نون ديسبليزد ولا مكسور ديسبليزد ولا ديسبليزد وروتيتد عشان الاوبرتيف انترفينشن. فالاولاني مش هتعمل له حاجه، الثانيه كلوزد ريدكشن او اوبن ريدكشن، الثالث اوبرتيف طبعا. والتدخل امتى؟ في خلال 48 ساعه، احنا بنتعامل معاه فايزيال انجرز. وتحطه في انهي بوزيشن، سوبينيتد ولا برونيتد؟ الميديال. لو حطيته سوبينيتد هتعرضه لتراكشن، يبقى بنحطه في برونيشن. هنا في رحمه شويه ان الميديال سايد او التروكليا دي واخده 2 بلاد سبلاي على عكس، فاللي فتح بقى بوستيرور وعمل اوفر ديسكشن هنا وعمال يشوف الكارتلج شكلها حلو وعجيبه وعايز يردها هيقطع الاثنين، واحد جاي جاست بوستيرور وواحد جاي من الميديال سايد بيدخل من ناحيه الميديال كريستال نون كارتلجنس بارت ناحيه الميديال كريستال. فلو انت عملت اوفر ديسكشن برضه هتقطع البلاد سبلاي وتدخله في فيش تيل ديفورميتي او اوستينوكروزز اوف ذا تروكليا، هو ده اللي احنا بنقلق منه في العينين دول. طيب بالنسبه للميديال كوندايل فراكشن كومبليكيشنز بتاعته، اهم حاجه ان انت تاخد بالك ان ممكن يحصل النر نيروباسي، انت في ناحيه الميديال الكسر قريب للالنر نيرف،